أهلا وسهلا مشاهدينا، نحن لأول مرة موجودين بحلقة أوتو فوكس بقلب السوباغ وليغاسي. It's a sedan مثل ما كنا منعرف The Legacy Luxurious sedan من السوباغ، وما ننسى أكيد Symmetrical All-Wheel Drive. نحن اليوم مع غانا. غانا، هاي غانا. هاي جيف، لأول مرة نحن سوا بأوتو فوكس عم نقدم الليغاسي سوا، هالإليجنت سيدان مثل ما قلت بالبداية with the advantages of the symmetrical all-wheel drive. صح. unique technology من سوبارو رح نحكي عنها أكثر خلال الحلقة. أكيد. هلأ نحن بالإنتيريور تبع الليغاسي عم نشوف هالبيوتيفل سكرين، كل هالإليجنس الموجودة بقلب الليغاسي، شو فيك تفسرينا غانا أكثر؟ عم نشوف السيارة من جوا، عم نشوف الإنفوتيمنت اللي بتتحكم فيه بالتاتش وكمان من خلال الفولان، عم نشوف البادل شيفترز اللي بيعطوا السيارة سبورتي فيل، اللي بيعطوا سيء سبورتي فيل، الإلكترونيك باركينج بريك، الهيل هولدر، الاس اي درايف، كمان دايما تحكم اكثر مع سوبارو كان على الهاي واي، يو تشوز ذا انتليجنت مود، واذا بدك تعطي بيرفورمانس اكثر للانجن يو تشوز ذا سبورت مود. هلا انا غنى سامع عن السوبارو ليغاسي انه صار فيها تكنولوجيا جديده اللي هي سيري، كيف هي صرنا نحكي مع السيارة يعني؟ هيدي عن فات كمان عم بتكون موجودة بسيارات سوبارو السيري، اللي هي وقتها تقعد بالسيارة it's a voice recognition. واو. من خلال البلوتوث تعارف يعني، وهون كمان دايما to facilitate the communication، دايما تطور دائم بالتكنولوجيا. أكيد غير عن الانفوتينمنت أكيد عنا كمان الAC اللي هو كمان دول، يعني مثلاً أنا عطول فيها تغير التمبرتشر، وأنا من ميلتي كمان في حط التمبرتشر اللي أنا بدي إياها. بيرجع أكيد عنا كل اللوكجيريوس فيل اللي هو جلد الفتحة بالسقف، وأكيد كل هذه دايماً بيشتغلوا على الكمفورت تبع السيارة، بتحس ببريميوم كواليتي فيل أول ما تطلع بالسيارة، غير أنه أكيد السيارة very spacious ومعروفة بهالكواليتي. هلأ نحن مثل ما بنعرف عطول بالسوبارو كل هاللوكجري بيهمنا أهم شيء خدمة ما بعد البيع، مشان هيك بدنا نشوف after sales service فيديو حتى نفرج أهمية الافتر سيلز عنا عند أوتوستاكس. يرتفع اسم أوتوستارز منير بازرجي على مدخل أوتوستراد المتن السريع، اسم رائد في عالم السيارات السريع والمتبدل. نجح منذ حوالي قرن من الزمن في تقديم الجودة في تجارة السيارات وصيانتها، فكان لأوتوستارز علامتين تجاريتين سوبارو ودايهاتسو، اندمجتا مع أوتوستارز حتى تكاملا، حاصدين على مر السنوات ثقة المستهلك اللبناني. فمنذ نشأتها ولغاية اليوم لعبت أوتوستارز دوراً رائداً ومحورياً في سوق السيارات اللبناني، مقدمة بمختلف المراحل أسطولاً من أجود وأعرق السيارات اليابانية. مسيرة النجاح لم تقتصر على استيراد السيارات وتسويقها بالسوق اللبناني، إنما تعدتها إلى ما هو أهم من ذلك بكثير، خدمة قبل، خلال وما بعد البيع. مركز الصيانة يمتد على مساحة 4000 متر مربع، حيث تجتمع أكثر من ميزة تحت سقف واحد. الأساسية هي التفاني في خدمة الزبائن وتحقيق رضائهم. ما يقدمه مركز الصيانة في أوتوستارز قد لا نراه في العديد من الشركات، فرحلة صيانة السيارة تحفل بالتشويق والاحترافية منذ وصولها. في بازرجي في عنا كذا بروسيدور لازم تتبع كل ما بيجي زبون لعنا. أول شيء بيستقبله سيرفيس أدفايزر، بيتأكد من السيارة، بيتأكد من الدامجز اللي بالسيارة لا سمح الله سيارة مضروبة، بيتأكد من البيلونجينجز الموجودين بقلب السيارة، وأكيد من الكيلومتراج حتى يكون كل الشغل عم بيعمله مطابقة على المينتننس كاجول المطلوبة من شركة الأم تبعي. أكيد من بعدها أول ما يستقبله السيرفيس أدفايزر بيصير عنا مثل بيفوت عنا في عنا الكونتوار، بيصير في كوميونيكيشن، وين أكيد على السيرفيس أدفايزر يسمع شو بها السيارة، شو الفيدباك، شو التطلبات اللي عنده إياها الزبون، حتى على أساسها to transmit the message للتكنيشن عنا للهيد انجينير. من بعد الكشف الفني تدخل السيارة إلى خط من خطوط الصيانة، فيقوم فريق مدرب ومحترف بالكشف عليها بكل مسؤولية واحترافية، فالشركة تولي أهمية كبيرة لتدريب الموظفين وتحسين كفاءاتهم عبر إخضاعهم إلى دورات تدريبية تخصصية في مراكز الشركات الأم في الخارج. أهم شيء عند بازرجي هي الشفافية. من هون فينا نمشي من أبسط الأمور مثلاً اللي هي الزيت مثلاً بالسيارة، بتشوف أنه كل
لكل سيارة في كذا لتر بينحط، وكل لتر بينفتح حسب أنينتا. ما عنا ولا برميل ولا جالونات، كل أنينة بأنينتا. مش بس هيك، كل القطع أكيد منأكد إنه كلهم genuine parts. بالنسبة للقطع الأصلية والقطع المش أصلية، genuine و non-genuine parts، نرجع على طول منحب نشدد على الفرق، لأنه القطع non-genuine أول شيء مش معترف فيها من الشركة الأم، وإذا مش معترف فيها ومش معمولة من المهندسين تبع شركة الأم، فيها تسبب على أخطار عديدة ومشاكل تصير بعدين من بعد السيارة من وراء هالقطع المش أصلية. مش هيك بنرجع منحب على طول نشدد إنه القطع الأصلية إذا بدنا من الواجب يكونوا موجودين بالسيارة، وهالقطع الأصلية مش موجودة غير بالجراج عنا. وإيماناً من الشركة بمبدأ أحقية الزبائن في الاطلاع على كل الأعمال التي ترافق تصليح وصيانة سياراتهم، قامت الشركة باستحداث صالات انتظار مشرفة بشكل مباشر على مركز الصيانة والتصليح، حيث يتسنى للزبائن الاطلاع عن كثب على التصليحات التي تجرى على السيارة. يتم ذلك بجو من الرقي والضيافة المميزة التي تقدمها أوتوستارز لزبائنها، حيث تتوفر في صالات الانتظار كل ما يطلبه الزبائن من وسائل الراحة والترفيه. وي بونجور مدام، عم بحكيك من شركة أوتوستارز. جو عم بحكيك، بس تقلك إنه سيارتك صارت جاهزة، عملنا الفول تشيك أب على السيارة وصار فيك تيجي تستلميها بس بدك. أوتوستارز اسم فارق في استيراد وتوزيع السيارات، نجح على مر السنوات بتقديم الجودة، المتانة وخدمة ما بعد البيع لسيارات سوبارو ودايهاتسو. بحب أشكر كل زبونات السوبارو ودايهاتسو على الثقة اللي أعطونا إياها، ونحن من واجباتنا بجراجنا بجراج السوبارو ودايهاتسو نحافظ على هالثقة، وبيهمنا على طول تكونوا على طول مبسوطين ومرتاحين بالخدمة اللي عم نعطيكم إياها.